السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم لتسيير الاحلام رؤية المهدي الامام في المنام بالتوبة والانابة الى الله تعالى وقال ابن سيرين رؤية الانبياء والصالحين في الحلم تدل على نيل العز والشرف اما ذكر اسم الامام المهدي في المنام فهو دليل على نيل الهدى والتقى ومن ذكر اسم المهدي عدة مرات في الحلم فهذا يدل على رفع الظلم عنه أما رؤية الإستغاثة بالإمام المهدي في المنام فتدل على الحصول على الرشد والهداية، ومن رأى أنه يستغيث ويطلب النجدة من الإمام المهدي في الحلم فهذا يدل على حاجته للمساعدة، البكاء على الإمام المهدي في المنام دليل على الندم على المعاصي، ومن رأى أنه يبكي بشدة على الإمام المهدي في الحلم فهذا يدل على خوضه بالمنكرات ورغبته بالخروج منها، أما من رأى نفسه أنه هو المهدي المنتظر في المنام فهذا يدل على الصلاح والسعي بالهداية. وإذا رأيت أنك المهدي المنتظر وأتيت في آخر الزمان فالحلم يدل على العدل والإنصاف أما رؤية التحدث مع الإمام المهدي في المنام فتدل على البشائر والمسرات ومن سمع المهدي المنتظر يكلمه في الحلم فهذا يدل على سماع الهداية أما رؤية الإمام المهدي في المنام للرجل تدل على تحقيق الحدالة ورفع الظلم رؤية الإمام المهدي في المنام للفتاة العزباء يدل على الهداية والتقوى وإذا رأت الفتاة العزباء الإمام المهدي يبتسم لها في الحلم فهذا يدل على تحقيق أمنية وغاية في نفسها رؤية الإمام المهدي في المنام للمتزوجة دل على الصلاح في الدين وإذا رأت المرأة المتزوجة الإمام المهدي بوجهه حسن في الحلم فهذا يدل على السرور في الحياة والآخرة رؤية الإمام المهدي في المنام الحامل تدل على ولادة طفل ذكر يكون ذو شأن كبير في المستقبل اما رؤيه الامام المهدي في المنام للمطلقه فيدل على تبدل احوالها وظروفها للافضل والله اعلم اتمنى ان ينال التفسير اعجابكم الى اللقاء في تفسير جديد ان شاء الله